لذلك الحزن والأسى نؤذن اليوم فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الدورة 29 للجمعية العامة والذي وافته المنية في 17 أيلول سبتمبر 2021. بالنيابة عن الجمعية العامة أعبر عن خالص تعازينا للجزائر شعبا وحكومة ولأسرة فخامة الرئيس المكلومة. أدعو الآن الممثلين إلى التزام دقيقة صمت حدادا على روح فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمعية العامة. Thank you. I now give the floor to the Secretary General of the United Nations, إلى الأمين العام للأمم المتحدة to deliver a statement. صاحب السعادة أنطونيو غوتيريش للتقدم ببيان. سيدي رئيس الجمعية العامة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، بداية أعبر مرة أخرى عن خالص تعازي لحكومة الجزائر إثر رحيل فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. تولى رئاسة الجمعية العامة في دورتها 29 بين العامين 1974 و1975، وكان عندها وزير خارجية. وكرئيسا للجمعية نادى بقيم السلام والأمن كأولويات الأمم المتحدة، وأدى دورا محوريا وناشطا في هذه المجالات أثناء رئاسته، وكان ناشطا في مجال إنهاء الاستعمار، وسيذكره التاريخ لأنه دعم حركات التحرر في أفريقيا وآسيا وجنوب وأمريكا الجنوبية، كما نادى بأمم المتحدة أكثر شمولا ما بعد الحرب العالمية، وكان شاهدا على انضمام بنغلاديش وغرينادا كأعضاء جدد في الأمم المتحدة. وسنذكره لأنه في العام 1974 تقدم بدعوة إلى القائد الفلسطيني السابق ياسر عرفات للإلقاء بالبيان أمام الجمعية العامة، وأدى دورا محوريا في حركة عدم الانحياز، وسيذكره التاريخ لأنه وقف ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقد علقت عضويتها في الجمعية العامة أثناء رئاسته للجمعية. وسنذكر دوما دعمه للمعارضة الديمقراطية في البرتغال وحركات التحرر للمستعمرات البرتغالية السابقة أثناء ديكتاتورية سالازار. وأذكر عندما كنت صبيا، عندما كنت أستمع إلى محطة الإذاعة الوحيدة التابعة للمعارضة الديمقراطية البرتغالية، كانت تسمى إذاعة برتغال حرة، وكانت تبث من الجزائر بفضل دعم الحكومة الجزائرية، أثناء رئاسته للجمعية العامة يسر اعتماد عدد من القرارات، ما في ذلك حول تعريف العدوان والتحضير للمؤتمر العالمي لنزع السلاح، وكذلك لإنشاء لجنة الخدمة المدنية الدولية، كما ترأس 5 جلسات عامة حول موضوع قبرص، ما أدى إلى اعتماد قرار 3212
وأثناء رئاسته للجمعية نادى بالحوار وبرهن عن دوره القيادي وعمل النشط من أجل تحقيق وإعلاء قيم الميثاق. ولذلك نحيي اليوم روح فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذه الجمعية العامة، فلترقد روحه بسلام.